نعملها بطريقة مختلفة وأشكال لذيذة وحاجات تبسطكم قوي. قبل ما نبدأ عايز أذكركم بصفحتنا، صفحة حياة تي في، ابعتوا لنا كل اللي انتوا عايزينه علشان خاطر نقدر نتجاوب معاكم ونلبي كل رغباتكم، او كلمونا على التليفون اللي هيظهر قدامكم على الشاشه 3855-0017 3855-0017. دلوقتي هنعمل تشيز كيك بالمانجو، او نسميها تارت المانجو بالتشيز كيك، او تارت التشيز كيك بالمانجا. في حاجتين، الحاجه الاولانيه ان احنا ممكن نحط جوه الخليط قطع مانجا، والحاجة التانية إن إحنا ممكن نعملها تشيز كيك صافي ولكن نضيف عليها قطع المانجا على الوش، بحيث لو حضراتكم عايزين تاكلوا تشيز كيك لوحدها ممكن تبقى تشيز كيك لوحدها، أما لو عايزين تحطوا عليها المانجو هنحط عليها المانجو المكعبات. يلا بينا نشوف هنعمل إيه. أول حاجة عندي العجينة عبارة عن كوباية من الزبدة وكوباية إلا ربع من السكر وكوبايتين من الدقيق وصفار بيضة ورشة ملح، وبعدين حشوة عبارة عن 3 صفار بيض ونص لتر لبن ومعلقة من الفانيليا وكوباية إلا ربع من السكر وكمان نص كيلو من الجبنة الكريمي وكيلو من المانجو. والمانجا دلوقتي موجودة قطع صغيرة وجيل للتلميع. ويلا بينا نشوف هنعمل ايه. احنا بنعمل التشيز كيك ده بطريقتين مختلفتين، يعني يا اما نعمله زي ما هنشوف دلوقتي نعمله كده، بس سابقا نعمل العجينة الأول وساعة التركيب هقول لكم الحكاية بالظبط. أول حاجة هناخد الزبدة مع السكر نفضيهم، عجينة حلوة قوي مختلفة شوية وهشة بتدوب دوب يعني، عشان كده هنعملها مع بعض ونوريكم شكلها عامل ازاي. أول حاجة حطيناها زي ما قلنا السكر وعليها صفار البيض، سكر مع الزبدة وعليها صفار البيضة وعليها الفانيليا، تمام. تمام زي ما انتم شايفين احنا عاملين حاجات كلها بسيطة ولذيذة وان شاء الله تعجبكم. وطبعا لما نخلص التشيز كيك ده هنعمل مع بعض مشروبات لذيذة برضو، الحاجات اللي انتوا بتحبوا تاكلوها تشربوها في الكافيهات بطريقة بسيطة ولذيذة وجميلة وهتعجبكم. فعشان كده زي ما انتوا شايفين حطينا هنا الزبدة مع السكر مع الفانيليا وصفار البيضة، ونزود السرعة كده لغاية ما يختلطوا كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، تمام. هنعمل ايه دلوقتي؟ هوريكم كل التفاصيل مع بعض واحدة واحدة زي ما احنا شايفين. اول ما حسيت ان الخليط بتاعي تجانس مع بعضه كده هنرفع وننزل الدقيق دفعه واحده، ننزل كل الدقيق دفعه واحده كده وهنقلب ببطء شويه علشان خاطر ما فيش الدقيق بتاعنا يتنطور بره، وبعدين نجيب سباتولا عشان ننزل حروف الزبده ونستفاد من كل حته موجوده معانا. اول ما بحط الدقيق كده هتلاقوه بدا يتجمع معانا ويعمل الكرامب اللي احنا عايزينه، وبعدين بعد ما اعمل معايا القطعة دي كده هتلاقوا بقت عجينة. لو حسيت ان العجينة بتاعتنا لسه ناشفة يعني لسه ما دابتش، بس بعد ما نخلص كل الحاجات مع بعض كده ممكن نزود نقطتين من اللبن او المية، ولكن لو لقيتها العجينة مظبوطة خلاص هنكمل بيها وهتبقى زي الفل ان شاء الله. نكمل تاني بسم الله. الموضوع بسيط ولذيذ وطعمه مشهي وحاجة حلوة قوي زي ما هتشوفوا. عشان كده بدأنا معاكم النهاردة بنعمل حاجات للصيف، هنبدأ نكمل تاني. أزود بقى السرعة شوية خلاص. جميل خلاص كده مش محتاج أكتر من كده. هنرفع ونلم العجين بتاعنا ده وندخله التلاجة يرتاح حوالي ساعة ساعة الا ربع، أكتر من ساعة مفيش مشكلة، ممكن نبيته في التلاجة برضه مفيش مشكلة. خلاص العجين بتاعنا أهو هوريها لكم أهو، تمام شايفينها؟ عجينة تتاكل أكل روعة. بناخدها نلمها كده وبعد كده نحطها في بلاستيك وندخلها التلاجة زي ما قلنا ساعة أكتر من ساعة زي ما احنا عارفين مفيش مشكلة،
ترتاح معانا المده اللي احنا هناخدها. بعد كده بفردها. لو انا بقى انا يعني هغرف التشيز كيك ده بطريقتين. لو انا عايز تشيز كيك عادي الشكل العادي الطبيعي، هنحط الديسك بتاعنا ده بس اهو اللي هو في الارضيه. خدنا قطعه من العجين وحطيناها هنا، وبعد كده انا غلفتها بالومنيوم تحتها علشان اما نحط فيها حمام مائي بعد كده تبقى سهله معانا في التسويه. فعشان كده احنا عملناها على السيليكون. هشيل السيليكون كده ونخليها جوه الصاج بتاعنا اللي هيخش الفرن. حلو قوي. دي طريقه. وفي طريقه تانية ان احنا نعمل لها حروف، نعمل لها حرف. فانا هاجي كده برضو معاكم علشان اعمل لها حرف. لو انا عملتها وسكنتها هيبقى شكلها مشرشر كده ومش هيعجبني. فانا جيت هنا هناخد بس دول كمان اهم، وجبت واحده من السيليكون. وعارفين البلاستيك اللي هو بيبقى حوالين الكيك دوت اما بنحط فردت عليه، وبناخدها كده نرفعها بالراحه اهي تطلع معايا بالشكل ده مسطره اهي. حلو قوي. بناخدها كده نسكنها بالشكل دوت، وهوريكم الثانيه اهي كمان. بسم الله بالراحه كده نحط دي كده عشان خاطر تيجي مظبوطه. بس بالقطعه البلاستيك اللي انا حاططها دي هتطلع معايا مظبوطه قوي قوي اهو. بالراحه نسكن عشان تطلع الشكل اللي انتوا عايزينه. وبعدين الحته الزياده دي ممكن نشيلها خلاص اهو، ونشيل البلاستيك بالراحه خالص يطلع معانا اهو. جميل. ونقفل بايدينا علشان هتشوفوا الشكل النهائي دلوقتي اهو. بضغط عليها بسكنها خالص. طبعا ده لو انا عايز اعمل لها الحرف اللي انتوا شايفينه ده. لو انا مش عايز اعمل الحرف ده بقى هنحط فوق العجينه مباشره، هنحط الخليط بتاعنا فوق العجينه. وانا كمان حافظ بالالومنيوم والبلاستيك تحت، بشيل الزياده شايفين عشان تبقى متساويه كده كل الزيادات اهو لغايه ما نكمل. وبعد كده بشيل برضو كل الحاجات الزياده دي عشان ما يبقاش في كتل. درجه الحراره بتاعتي تكون 100 مئويه، درجه الحراره 100 مئويه. وبعدين بنعمل ايه بقى؟ هنحط الخليط دلوقتي هنضيفه بس بعد ما اظبطها خالص كده اهي. بقت عندي كده بشكلها ده وحروفها الموجوده. هناخد اللبن نص اللتر وعليه مباشره هناخد الصفار البيض 3 والجبنة الكريمي والسكر كله مع بعض والفانيليا. وهنخلط الخليط ده كله مع بعضه كده علشان خاطر ما يبقاش فيه اي كتل. بالمضرب نزود نشغل ونسيبه لما يبقى خليط منسجم مع بعضه ولذيذ كده بحيث ان ما يبقاش فيه اي كتل زي ما انتم شايفين. بعد ما خلصنا كده الخليط اهو، نمسح الحرف ده بس ونزود السرعة. انا بدوب السكر هنا وفي نفس الوقت باخد كل الخليط مع بعضه يتجانس، يعني مثلا صفار البيض مع الفانيليا مع السكر مع الجبنة الكريمي كله مع بعضه. افضل اهو زود سيبه شوية لغاية ما احس ان بدا يعمل فوليوم معايا والسكر بدا يدوب خالص. زي ما قلنا بقى المانجا القطع اللي عندي دي لو انا عايز احط شويه في الخليط عادي، لكن لو انا عايز اعمله تشيز كيك عادي بدون ما اضيف عليه المانجا القطع مفيش ادنى مشكله. يبقى احنا ماشيين مع بعض واحده واحده. اهم حاجه يكون عندي انا سكنت دي شايفين، اضغط على الحروف علشان ما تبقاش فيها فاصل. الحروف اللي انا عملتها دي عشان ما يبقاش فيها فواصل خالص، عشان لو في فواصل هتسرب معايا الخليط ده لانه سايل. تمام خلاص كده نرفع بالراحه. السكر داب وكله داب معايا، وننفضي بس كده هنا ونيجي هنا ناخد بقى الخليط ده علشان نصب صح. نعمل ايه؟ نفضيه تاني في الكاب بتاعنا ده. تمام اهي.
وناخدها بسم الله اهي، هنمشي كده معاها اهو، ونفضي بالراحه خالص. خليط انسيابي سايل اهو، شوف يسري هو ده هيشد، هنشوف كل حاجه على الطبيعه. تمام، انا بسيب حوالي ربع سنتي، الكميه كلها اهي، فاضل بتاع ربع سنتي اللي انا قلت عليه. تمام، وبعدين نيجي هنا نجيب ميه دافيه، ميه دافيه نحطها هنا حواليها، ما تقلقوش، لان طبعا انا يعني عامل بلاستيك وعامل كمان زي ما انتم شايفين ألمونيوم، فالميه هنا هتفضل مش هتوصل للعجينه خالص. تمام، وبعدين باخدها كده ندخلها بسم الله الفرن بالراحه خالص اهو، درجه الحراره زي ما قلنا 100 درجه مئويه، 100 درجه مئويه، واسيبها لمده ساعه، ساعه وربع لغايه ما تستوي معانا. تمام كده اهو، خلاص دخلناها الفرن اهي، شايفين بتتهز قدامنا اهي، اول ما هتستوي معانا بعد الساعه، انا ظابط هنا على اهو على 100 مئويه، اول ما تستوي معانا هنهز حلقها ما بتتهزش معانا، وتوصل لدرجه التسويه دي اهي، شايفينها حاجه روعه الروعه، شايفينها متماسكه لذيذه، طعمها حلو قوي. بعد ما تستوي معانا وتاخد اللون ده، يبقى ناقص عندي ان انا اجيب المانجا بتاعتي وافضيها عليها، كميه المانجا دي زي ما بنقول زي ما انتوا عايزين، كيلو 2 كيلو، كيلو وربع اقل ازيد، زي ما انتوا عايزين كده. ولو عندنا توت بري او راسبري او اي حاجه كده ممكن نجمل بيه على الوش، زودوا ما تخافوش خالص. ده شكل، وانا عامل نسخه تانيه ولكن عاملها بقى من غير الحروف بتاعه البسكوته، بمعنى يعني في عندي شكلين، شكل من غير البسكوته وانا حاطط حواليه شرايح من المانجو برضو، وشكل تاني بالبسكوته اللي احنا عاملينها. ده كده كميه المانجا على الوش كده، وهنجيب الراسبري او الجيلي بتاعنا، جيلي التلميع، لازم ندفيه سنه، ندفيه عشان يفك معايا شويه، وبنجيب الفرشه. تمام كده اهو، وناخد مع بعض ننزل كده جيل التلميع كده عليها عشان يدي بس اللمعة اللي احنا بنشوفها فوق المانجو بتاعنا. تمام، زي ما قلت لو عايز اجمل كمان زي ما قلنا براسبري او بتوت بري او بتوت عهدي، باي بكريز، الحاجة الموجودة عندي ممكن أجمل بيها عادي جدا، بس هي مش يعني كده شكلها حلو قوي، لما أجي أقطع قطعة هيبقى في كمية من المانجا حلوة قوي على الوش، وبعدين المانجا طالعة لذيذة، وأنا مجهز واحدة بقى اللي إحنا عملناها من غير الحروف بتاعتها. تمام كده أهي، ده شكل اللي هي بدون حروف، حطينا على وش عليها شويه من المانجو، وبعدين جملتها كده بالكريمه من اللي حواليها. وده شكل الثاني اللي احنا قلنا عليه من بالحروف اللي هي حروف البسكوته اللي احنا عاملينها. ناخد برضو قطع او وحدات كده من الراسبري او التوت البري او اي نوع عندي حاجه كده بس تكسر اللون، وبالف هنا وشفا. ده تشيز كيك عادي ولكن بطريقه مختلفه على اللي نعرفها، تشيز كيك سخن بطريقه مختلفه، لان فيه لبن وبيض وجبنه كريمي فقط، فعشان كده هيطلع معانا روعه الروعه. تمام، بعد ما خلصنا باللمع كده، اللمعه دي هنستاذنكم علشان ناخد فاصل، بعد الفاصل هنكمل مع بعض، محدش يروح في اي مكان، لان احنا عندنا الابداع والتعليمي فقط مع شيف يسري، برنامج مطبخ الحياة، بعد الفاصل.